قال رحمه الله: وفي رواية: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. نعم، وهذا أيضا حديث عظيم، أنه سيكون هناك أئمة عندهم انحرافات، تغيرات وأفكار، لكن ما داموا لم يبلغوا إلى حد الكفر يقيمون الصلاة فإنه يصبر على ما عندهم، حتى ولو كان فيهم ظلم، ضرب ظهرك وأخذ مالك اصبر عليه، اصبر عليه ولو ضرب ظهرك بالعصي وأخذ مالك، لأن الدين لا يعوض، أما الضرب وأما المال يعوض، لكن الدين لا يعوض.